مراد أرحب بك، ويعني نتحدث سيد مراد لو تبقى في مكان هادئ. نعم سيد مراد، أنتقل بك إلى سياق آخر، يعني بعد حكم المحكمة بإلغاء قرار إيقاف المرحلة الأساسية للتعليم الديني، ما هي الخطوات التي ستتخذونها؟ أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لك أخي الكريم، وتحية لقناة التناصح، هذه القناة الطيبة المباركة التي اهتمت بقضية التعليم الديني منذ بدايتها. أقول اليوم حصل الحق، حكمت دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس بقرار وكيل وزارة التعليم، هذا القرار الذي صدر شهر أكتوبر العام الماضي، والذي قضى بإيقاف تسجيل الطلاب في مرحلة التعليم الأساسي. أقول صدر يوم حكم المحكمة بإلغاء هذا القرار الذي ننتظره، والذي هو حق وواجب على وزارة التعليم أن تلتزم بهذا الحكم وترضخ له، كما أنهم قالوا نحن مع القانون ونرضخ للقانون. ها هو اليوم المحكمة قالت قولها الفصل، وحكمت بإلغاء قرار وكيل وزارة التعليم الذي ننتظره، كما قلت هو تنفيذ هذا الحكم والاستجابة له وتطبيقه وإعادة إدارة التعليم الديني وما قضى به هذا الحكم بحذفه. نعم شكرا لك سيد مراد عمار.